متداول كريبتو بيحول استثمار بقيمة 155,000 دولار ل 1.16 مليون دولار في يومين بس. بحسب بيانات لوك أون تشين، خصص المتداول مجهول الهوية 61,000 دولار لشراء 27.58 مليون عملة AMC و 94,000 دولار لشراء 30.78 مليون عملة GME، حيث تتبع هاي العملات المشفرة تحركات أسهم AMC Entertainment و GameStop، واللي عادت شعبيتها مجددا مع عودة المتداول الشهير كيت جيل المعروف باسم روين كيتي إلى منصات التواصل الاجتماعي في 13 مايو بعد اختفائه لحوالي 3 سنوات، واللي اكتسب شهرة واسعة خلال فترة بيع أسهم جيم ستوب على المكشوف في يناير 2021. فاستغل المتداول هذا الحدث ليشتري بقيمة 155,000 دولار من العملتين لترتفع قيمة استثماره بحوالي 650% خلال يومين ويصبح مجموعه 1.16 مليون دولار. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.